السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي، معكم سي 50 فلوغ. إذا كنت أول مرة كتفرج فيه ما تنساش تهبط دابا دير واحد سبسكرايب ومرحبا بك في هذا الفيديو. هذا قبل ما نبداو، شوما كتعرفوا الخوت بلاد كدوز بواحد المرحلة اللي هي صعيبة شوية، فيروس كورونا. هادشي علاش نبغي نقول لكم بقاو في داركم الخوت، بقاو في داركم باش تحميو راسكم و تحميو حتى والديكم. وراكم عارفين الخوت راه ما يحتاجوش نجي نوصيكم انا على اين الخوت. نتوما عارفين اني غبرت عليكم بزاف مع هاد المرض الخوت ديال كورونا. انا راه براسي ما كنخرجش من الدار، المطور كان كله مغبر، يلاه مسحتو حيتو دابا من عند الكارديان حيتو كله مغبر، يلاه مسحتو على اين. بداو موضوع ديالنا الخوت، بغيت نشارك معكم واحد المعلومه اللي هي خفيفه ظريفه. كما كتعرفوا الخوت ديما كنجيبوا لكم شي حاجه اللي جديده. على اي الموضوع ديالنا اليوم الخوت هو على الريزرفوار. كي بزاف ديال الناس الخوت كتعمر لهم بالصدا، ولا اكثر شيء كتعمر بالصدا عشان الخوت شحال ما زيت الموتور بزاف. شوفوا الريزرفوار ليسانس باقي ما عرفتوش شحال داير، كاع اللي عارف شحال داير ليسانس الخوت يقولها ليا في كومونتير. المهم الخوت، الناس اللي باغيين يعرفوا كيفاش يحيدوا الصدا من الريزرفوار، كتجي اخويا كتحيد هاد الكالطير هادي، كتحيد هاد الشي كتحيدو. كاين واحد الجفيسات هنايا، ها هو كاين هذا وكاين الاخر وكاين واحد الوسط وكاينين جوج، كتحيدهم كيشكيل كتلقى واحد جوج فيساج هنايا. هادو جوج فيساج اخويا كتحيدهم عندك في عاوتاني هنايا، كتشد هذا كتضربو يدور باش هادي توصل هنا. كما كتعرفوا هادي توصل هنا وهادي عاوتاني توصل هنا ياك، وصافي. وكتحيد وداك كتحيد تيو ديال ليسانس من لتحت صافي، وكتحل الجوج صافي، وكتجبدها كتسد الثقبه اللي لتحت كتخواها بعدا من ليسانس، كتسد الثقبه اللي لتحت صافي. ملي كتسد ديك الثقبه اللي لتحت الخوت كتعمرها هي بالخل، وكتسدها وكتخلخضها مزيان. كيفاش كتخلخض فيها؟ كتخليها واحد نص ساعه فحال هكاك صافي. كتشدها عاوتاني كتحيد التخواه من لتحت، تحيد داك باش كنتي حابس ديك الثقبه من لتحت، تحيدها باش يهبط داك الشيء صافي، وتركبها في بلاصه عاوتاني وشي دير بلان صافي. ملي دير بلان خليها ديما، وقول شي دير لها شي ثلاثه البلانات فحال هكا، ما تبقاش خليها تخوى بزاف. وابار على هكا هذيك الغبره اللي كتجي وداك الصدى اللي والتخل اللي كيوصل للكاربيراتور راه غير بسبب الناس اللي كينشفوا الموتور من ليسانس. هي الموتور اخويا ما خصكش تبقى تنشفو من ليسانس، ديما خلي فيه قليله واحد الالف فرانك ديال ليسانس، ما تنزلش على من الف فرانك والفوق، ديما الريزيرفوار خصها تبقى عامره وصافي. هادشي اللي كاين الخوت. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك كومونتير زوين سبسكرايب. كان معكم سي 50 فلوك، تلاقاو في فيديو جديد.